بحضراتكم لكم التحية. والنهاردة جزء الثاني من الحلقة حيكون لينا حوار، يعني أنا بحب الحقيقة أحتفل بالجوائز اللي هي بتحصل عليها، بحب أحتفل بنجاحاتها ولأنها صاحبة مجهود كبير. النهاردة عندنا حوار مختلف في الجزء الثاني من الحلقة عن الفكر الصوفي، فلسفة الصوفية في الحياة، علاقة الصوفية بالسعادة، وأهم الشخصيات اللي ارتكزت ليها وبحثت، لأنه بقول لحضراتكم هو مجهود كبير جدا هي عاملاه الحقيقة في رواياتها. معادنا بعد الفاصل اللي هتشرفني دكتورة ريم بسيوني، روائية اللي حصلت على جائزة الشيخ زايد للكتاب لسنة 2024 السنة دي، فرع الأدب، روايتها الحلواني ثلاثية الفاطميين، وليها مجموعة مهمة من الأعمال اللي بتبحث في الفكر الصوفي. فكر الصوفي ليها أكتر من رواية، آخر رواية ليها ماريو وأبو العباس اللي بتتكلم عن أبو العباس المرسي، أبو العباس أهم أقطاب الصوفية. حوار هنبحث فيه عن السعادة مع ريم بسيوني بعد الفاصل إن شاء الله، ده هيكون لقائنا معاها. عندنا ايه؟ عندنا، وخليني ابدا مع حضراتكم، عندي كذا خبر حلو الحقيقه النهارده. عندي، وخلينا نبدا بالخبر الحلو، انت النهارده قرار البنك المركزي من حقك ان انت تروح البنك من النهارده وتسحب كاش 250,000 جنيه او تسحب من الاي تي ام 30,000 جنيه. ده القرار بتاع البنك المركزي اللي نزله بالزياده النهارده. ده تأثيره ايه وده معناه ايه؟ خليني ارحب على التليفون الدكتور هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي. دكتور هاني كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير. وحضرتك طيب. دكتور هاني، قرار البنك المركزي ماذا يعني؟ القرار ده الحقيقة يعني انا شايفه ان هو خطوة جيدة، خطوة استراتيجية وبتهدف لتعزيز الشمول المالي وكمان دعم النشاط الاقتصادي في مصر. فلو هنتكلم على أهمية هذا القرار بالنسبة لتعزيز الشمول المالي، البنك المركزي عنده مستهدف أنه هو يوسع استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصة بين الفئات اللي هي ما بتتعاملش مع البنوك حاليا، بحيث أنها بتسهل عملية السحب النقدي، وده بيشجع على استخدام بطاقات الدفع. وكمان في فايدة مهمة جدا، أو ان هو هيدعم النشاط الاقتصادي ويحفز النشاط التجاري بالنسبه للمشروعات المتوسطه الصغيره ومتناهيه الصغر. طب ايه علاقه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر بقرار البنك المركزي؟ لان هم غالبا المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر دول غالبا ما بيتعاملوش مع البنوك. فلما بديهم حافز ان هم لو هتتعاملوا مع البنوك انتوا في مقداركم ان انتوا تستخدموا الماكينات او بطاقات الدفع، ودي هتديكوا امكانيه تسحبوا لغايه المبالغ اللي هي حددها النهارده. لكن انا كمواطن اسحب من المكنه من الاي تي ام 30,000 جنيه في اليوم. بالظبط، لغايه 30,000 جنيه. واروح البنك اسحب كام كاش؟ لغايه الكاونتر في البنك 250,000 جنيه للافراد وللشركات في اليوم. في اليوم حد طيب. يوم القرار ده تشجيع زي ما حضرتك قلت، سواء للقطاع اللي بيتعامل مع مشروعات صغيره متوسطه الصغر، وايضا فكره الافراد كتسهيل شمول المال. طيب. تمام دكتور هاني، حصيله بيع الدولارات للناس وصلت كام؟ الحقيقة مفيش يعني حصيلة مجمعة يعني بينشرها البنك المركزي المصري عن الحصيلة اللي تم استلامها، سواء من تحويلات العاملين في الخارج زائد اللي تنازلوا. لا أنا بتكلم اللي تنازلوا عن الدولار، اللي تنازلوا الناس اللي كان معاها دولارات وراحت غيرت من البنوك
بالمصري او من الصرافه؟ ده مفيش احصائيه مجمعه، ولكن في ثلاث شركات صرافه كبيره تابعه للبنوك الحكوميه اصدرت النهارده او تم استقاء بيانات منها عن حجم الاموال اللي تم يعني استبدالها من عمله اجنبيه الى الجنيه المصري. والحقيقه يعني انا شايف ارقام كبيره، يعني في حدود تقريبا وصلت ل 11 او 12 مليار، يعني انما ده ما يمثلش كافة 11 مليار جنيه. 11 مليار جنيه، انما مقابلهم بالعمله الصعبه الحقيقه ما فيش بيانات عنها، لان لازم تكون دي بيانات مجمعه من جهه واحده. احنا بنتكلم كده 11 مليار او 12 او 13 طبقا للاخبار بتقول 13.5 مليار حصيله بيع النقد الاجنبي لثلاث شركات من الصرافه الحكوميه، بنتكلم على ثلاثه بس. توقعاتك ان شركات الصرافه كتير، والتوقعات طبعا ممكن يبقى اكتر بنسبه قد ايه لو بنتكلم في التوتل؟ والله احنا بس عندنا عارض مفاجئ في حصل اللي هو الاحداث اللي حصلت يوم السبت، الغارات الايرانيه على المنطقه دي اثرت شويه، اعتقد برايي هتؤثر شويه لغايه ما تتضح الرؤيه فين، هل لها انعكاسات على الدول الجوار في المنطقه وتاثيرها ايه. لسه النهارده اول يوم عمل، يعني طبعا ما نقدرش، الصوره لسه ما وضحتش على التاثيرات ايه، على التاثير ايه، لكن تتوقع استمرار في بيع الناس للدولار في الصرافه؟ طبعا اتوقع، لان الفرق يعني ما اصبحش كبير. هو قطعا يعني الفرق ما بين السوق الرسميه والسوق الموازيه النهارده وصل لحوالي 2.5%، وده ما يعتبر يعني لو احنا بنتكلم البنوك المصريه فيها الدولار دلوقتي 48 جنيه و65 قرش، وفي السوق السوداء تقريبا وصل 51 52، لسه في الرينج ده، فده رينج صغير جدا. ما نقدرش نقول ان ده شيء مقلق، ولكن ده اعتقد ان الدافع فيه برضو الحالة النفسية للمتعاملين في الأسواق متأثرة بالأحداث اللي حصلت ما بين إيران وإسرائيل في الأسبوع ده. دكتور هاني، الناس اللي بتروح تغير دولارات من الصرافة، هل بيتم سؤالها أنت جايب الدولار منين؟ هو طبعا في قواعد اعرف عميلك وقواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، دي بيتم تطبيقها سواء في البنوك او في الشركات او في مكاتب الصرافه. بس هل دي ليها علاقه بمبالغ معينه؟ هي طبعا اكيد يعني لها، كل بنك وكل شركه صرافه عندهم سياسه داخليه بتحدد امتى ابدا اسال العميل عن مصدر هذه الاموال. ما اعتقدش ان 200 دولار و300 دولار ان هما من او حتى لا، هي المبالغ اللي اتجمعت دي بنتكلم في 200 او 1000؟ لا اكيد المبالغ دي بنتكلم في كتير. المبالغ الكبيره قد يكون هناك يعني من باب التحوط وتنفيذ تعليمات البنك المركزي بالعنايه الواجبه تجاه العملاء، لكن ما فيش شروط ثابته. فهمت من كلامك ان كل صرافه تعليمات البنك المركزي بيطبقوا تعليمات البنك المركزي، ودي يعني احيانا بتطبق الروح وليس النص في بعض الاحيان علشان ما يبقاش العمليه فيها تضييق على العملاء. ده الناس كان في اقبال غير طبيعي على تغيير الدولار من في الصرافه سواء الحكوميه او الصرافه السوق السوداء، لدرجه انه بيقال، ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، وصل مرحله كانوا بيقولوا للناس لا خلاص ما فيش مصري بقى. والله شيء وارد جدا، لان حضرتك فتره الاعياد دي فتره الـ يعني محتاجه السيوله بالجنيه المصري، فاللي معاه دولار هيستنى بالدولار ليه؟ وعنده التزامات لازم يعني بينتشر برضه في الفتره دي الزواج والمناسبات الخاصه، فدي كلها بتدفع الاحتياج لسيوله بالجنيه المصري. هل الدفعه الثانيه من صفقه راس الحكمه المفروض ان هي هتدخل اخر الشهر؟
الحقيقه انا ما عنديش البيانات واضحه قدامي دلوقتي او المعلومه واضحه قدامي دلوقتي، انما احنا في يعني دفعتين تم استلامهم بالفعل، واحنا يمكن وزير الماليه امس صرح بان في 8 مليار دولار تم استخدامهم في تدبير الاحتياجات لعملية الاستيراد. هذا مبلغ كبير جدا طبعا. اعتقد ان ده يعني انعكاس على صفقة رأس الحكمة والوفرة والدفعة اللي استلمناها من صندوق النقد الدولي. اعتقد ان هم عملوا تأثير في هذا الشأن. تمام، شكرك، شكرا جزيلا، شكرك دكتور هاني ابو الفتوح. إيه عايز أقول لحضراتكم، هل التقرير جاهز معانا يا شباب؟ إيه لما بنتكلم عن العمل الأهلي ولما بنتكلم عن العمل الخيري والتنموي بيبقى الاسم الكبير الحاضر والواضح هو مؤسسة أبو العنين، اسم كبير حاضر في كل الفعاليات المتعلقة بالعمل الأهلي والخيري والتنموي. مؤسسة أبو العنين الخيرية ده من سنين طويلة، من أكتر من حاجة واربعين سنة وهي بتشتغل في خدمة الناس، ومن كتير ومن سنين كتيرة وهي بتشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم الأسر الأكثر احتياجا. وسيادة الريس السيسي مهتم جدا بالمجتمع المدني، مهتم جدا كمان بالناس الأكثر احتياجا. شفنا كمية الدعم اللي قدمته مؤسسة أبو العنين خلال شهر رمضان، كمان عيد الفطر، تحت إشراف سيدة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العنين الخيرية. ودايما أنا لما بذكر اسمها بقول لازم يعني الحقيقة معاها خلية نحل بتشتغل تحت قيادتها، وهي الدينامو اللي بتحرك خلية النحل اللي بنلاقيهم موجودين، والجمعية دايما اسمها حاضر في كل المناسبات. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتك. مؤسسة أبو العنين في موسم رمضان أكثر استعدادا من أي موسم آخر، لأن شنطة رمضان معناها القوت، معناها استعداد المواطن للفرح اللي هيدخل عليه خلال شهر كامل، بيتمنى ان العام كله يكون هو شهر رمضان. احنا السنه دي ما شاء الله يعني لا يقل عدد الشنط عن 250 الف شنطه قابل للزياره. قاعدة البيانات اللي عندنا قاعدة كبيرة، كل دوت بالتعاون مع التحالف الوطني الأهلي التنموي تحت توجيهات معالي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله احنا من مؤسسين يعني البذرة الأولى في التحالف، كان لينا نصيب ان احنا نكون فيها. احنا هدفنا حضرتك مش كفايه بس توزيع شنط المواد الغذائيه، احنا عاملين كمان توزيع لحوم من احسن السلالات الموجوده في الجمهوريه كلها. عندنا مجزر هنا من اكبر المجازر الموجوده داخل محافظه الجيزه، عاملين حاجه كمان حضرتك مائده من اكبر الموائد الموجوده خلال شهر رمضان، بنفطر من حوالي من 3000 ل 4000 شخص كل يوم. الحمد لله عندنا من ضمن قاعده البيانات مواطنين كتير اصحاب مرض كبار في السن ما بيقدروش انهم يجوا المؤسسه، الحمد لله عندنا عربيات وفرق عمل من المتطوعين تاخد الواجبات وتاخد الشنطه وتوصلها لحد المواطن لحد بيته وهو قاعد معزز مكرم زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. احنا رابع سنه ننظم هذه الاحتفاليه لحفظ القران الكريم، ولادنا اولاد المهندسين الزراعيين وبنات المهندسين الزراعيين، ونشاط متميز و احنا حريصين على هذا النشاط مع مؤسسة أبو العنين ومع التحالف الوطني. مستوى الجيزة احنا شايلين ما شاء الله المسابقة بتاعت الاتحاد الاقليمي في الجيزة، ودي نجح فيها 10800 رسامة، يعني كان مشارك اكتر من 30000، برضو المؤسسة ما شاء الله شايلة الامر. اما على مستوى الجمهورية اكرمنا كل حافظة القرآن الكريم، مش بس جوائز مادية زي اللي احنا نقدمها او عينية، انما كان فيها الحج وكان فيها العمرة. اتبسطتوا بالهديه اللي بتقدمها مؤسسه ابو العين؟ والله حلو قوي، بجد ربنا يخليه بجد. كلهم كل سنه وانتم طيبين. رسم البسمه على وجوه الشعب المصري كله، واحنا بنشكر مؤسسه ابو العينين. نشكر الاستاذ محمد ابو العينين وبنقول له احنا سعداء جدا وكل سنه وحضرتك طيب وبخير وبسلامه. على طول مفاجئنا بصراحه.
يعني بقول له كل سنه وانت طيب وربنا يخليك في شعب مصر. فرح كل الاطفال وكفايه اللعب اللي نزلها للاطفال جميله برضو. العيد في مصر حاجه ثانيه يعني، مش العيد في السعوديه كويس مره، بس مصر حاجه ثانيه والله. جمال العيد في مصر ببساطة الشعب، ببساطة الناس، بلمة الناس، وكل سنة ومصر بصحة وعافية يا رب العالمين. ما شاء الله، اللهم زيد وبارك يا رب. ودايما كده الجمعية في يعني في الصدارة لمساعدة أهالينا الأولى بالرعاية. النهاردة كانت أول جلسة محاكمة سواء أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، أو زي ما اشتهرت القضية بفتاة الشروق. محكمة النهاردة في الجلسة قررت معاقبة المتهم بالسجن، تكلم سجن مشدد 15 سنة. طبعا سحبت رخصة القيادة وتغريمه 50,000 جنيه، وده الأهم واللي الناس ركزت عليه، فكرة السجن المشدد 15 سنة. خليني أرحب على التليفون معايا محامي حبيبة الله يرحمها الأستاذ محمد الأمين. مساء الخير يا فندم. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، إزاي سعادتك يا فندم؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك أستاذ محمد. النهاردة أول جلسة في محاكمة سواق أوبر اللي تسبب طبقا للأخبار عن وفاة حبيبة الله يرحمها. الله يرحمها. هل كنت متوقع وأسرة حبيبة كانوا متوقعين أنه الحكم يبقى 15 سنة مشدد؟ آه طبعا طبعا يا فندم، لأن احنا واثقين في نزاهة وشموخ القضاء المصري. لا بتكلم على عدد السنين ده طبيعي. يا فندم، هو المتهم تم احالته لمحكمة الجنايات بثلاث مواد اتهام. التهمة الأولى وهي طبقا نص المادة 290 فقرة 1 و3، وهي الشروع في خطف أنثى. تمام. أركان الجريمة كانت متوفرة. شاهد الإثبات اللي احنا ما نعرفوش اللي الحمد لله كان موجود ساعتها وأقر باللي حصل واللي شافه بالظبط. قال إيه شاهد الإثبات النهاردة أمام النيابة؟ قال لا، ما جاش شاهد الإثبات النهاردة، ولكن تم سؤاله في التحقيقات النيابة العامة. قال إيه؟ قال إن حبيبة رحمة الله عليها قبل ما تفقد الوعي قالت ثلاث كلمات: أوبر كان عايز يخطفني حبيبتي. فبالتالي استندت لهذه الشهادة. دي جزئية. أنا بس عايز أوضح لحضرتك وللجمهور، لأن إحنا تأخرنا في تصوير أوراق الدعوة، ولكن لما صورناها لقينا بلاوي في الورق. أهم البلاوي دي إيه؟ أقول لحضرتك حاجة، الحكاية بتاعت محمود ديت مش بدايتنا يوم 21 2024. لا، محمود فتح التطبيق أول مرة بتاريخ 12/6/2019. وتم غلق هذا التطبيق في 19/11/2021. ليه 13 بلاك تسمحيلي؟ كانوا ضده. اعرض لحضرتك شكل البلاغات ديت سريعا بعد اذنك، اتفضل. اول بلاغ: سائق قليل الادب ومش محترم وحشاش وحسبي الله ونعم الوكيل. السائق تعدى عليا بالضرب ونزلني. كان بيتشاجر معانا وكان يريد التوقف في نص الطريق. تمام. في بنت من دور حبيبة بشكوتها بتقول طريقة كلامه خوفتني. تمام. في شكوى تانية بتقول مش مريح ولا محترم. تمام يا فندم. الشكاوى دي لقيتوها واصلة المفروض لأوبر. يا فندم ثانية واحدة. تحقيقات النيابة العامة صفحة 52. تمام. أنا كل كلمة بقولها لسعادتك من خلال أوراق النيابة العامة والتحقيقات. مفهوم. تمام. طيب أنت القضية ضد السائق ولا هيبقى في قضية ضد أوبر نفسها؟ إحنا عندنا في القانون سعادتك في حاجة اسمها نظرية التابع والمتبوع. تمام يا فندم؟ تمام. حبيبة رحمة الله عليها لما اتصلت ما كلمتش محمود السائق ده، إحنا ما نعرفوش. تمام. احنا اتصلنا بتطبيق اوبر. فهمت.
إذا كانت النيابة العامة أغفلت عن نزول شركة أوبر متهم بالإهمال الواضح والصريح فإحنا لينا الشق المدني برضو ومش هنسيب شركة أوبر. تمام تمام. طيب يعني احنا معتبرين النهارده جه نص حق حبيبه، لكن النص الثاني فيما يخص شركه اوبر بس لسه في استئناف. تتوقف تتوقع ايه في الاستئناف؟ ولا اي حاجه يا فندم. ايه الجديد؟ ايه الجديد اللي في الدعوه؟ عشان نقدر نقول الحكم بتاع اول درجه مرضي ولا غير مرضي. طيب دي جزئيه انا بطلب شايف انه شايف انه انا بعد اذن حضرتك الاستئناف غير مجدي. ثانيه واحده بالامان يا استاذ، شايف انه الاستئناف غير مجدي، بس ده حق من حقوق المتهم. لا حق بس انا بتكلم في اعاده الـ 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 الحكم. نعم شايف انه هو غير مجدي، هيظل برضه هيتم ال 15 سنه مشدد ان شاء الله يا فندم. ده اللي هيتنفس ان شاء الله يا فندم. تمام تمام. بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الامين، محامي اسره حبيبه الشماع ضحيه سائق اوبر. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هستضيف وهتشرف بوجود دكتوره ريم بسيوني. انتظروا. برحب بحضراتكم مجددا، و بفرح بنجاحها، وانا عموما بفرح للنجاح وللتميز، ما بالكم لما تبقى صاحبتي بقى، يعني حاجه كده مشرفه. ريم بسيوني طبعا هي دكتوره ريم بسيوني، بس هي عشان صاحبتي يعني عفوا، يعني دكتوره ريم بسيوني اسم مشرف واسم مهم في مصر، في الروايه دلوقتي في الوطن العربي، بتمنى انه اسم ريم بسيوني يصل للعالميه بس يبقى قريب كمان. مبروك حبيبتي. يا رب يخليكي، كلامك جميل وبجد شكرا جدا عليه. تستاهلي كل حاجه حلوه حبيبتي، لانه انت مجتهده جدا وبتعملي شغل حلو قوي وناجحه، وانا يعني بفرح لك بده بشكل حلو. وحضرتك ناجحه جدا برضه حبيبتي حبيبتي. بصي هخرج عن النص شويه وهقول لك انه كمان بالظبط نص ساعه وهيبدا ماتش مهم جدا، هو ماتش الاهلي والزمالك. اوكي انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ انا ماليش في الكوره الحقيقه، بس تمام معاهم هما الاثنين. لا ما ينفعش ان شاء الله يكسبوا الاثنين. ما ينفعش يعني يتعادلوا برضه ما ينفعش برضه ما ينفعش. لازم افكر المساحه الاكتر عندك ايه في البيت وفي الاسره؟ رايحه لفين يعني؟ طبعا تزعل مني، بس احنا مالناش في الكوره خالص العيله كلها. الكل مالوش في الكوره. كل خير ان شاء الله، كده كده البدايه خير. داخلين على القرايه بقى. ريم لو بدأنا، بإيه اللغة السرية عند الصوفيين؟ ده سؤال مهم جدا. إيه اللغة السرية؟ يعني أنا هنا مش بتكلم عن الطرق الصوفية، لا دي طبعا لسه هنتكلم فيها، بس في حالة كده بيوصل لها أو وصلوا لها المقامات والقامات الكبيرة في الصوفية، حصلت حاجة مع الروح كده ومع النفس كده. إيه اللغة السرية؟ خلينا نتكلم بطريقة علمية. يلا. طبعا أنا دايما حتى في البحث بتاع كتاب البحث عن السعادة أيوة، وفي الروايات التاريخية بحب دايما أن أنا يعني أبص على الحاجات من منهج علمي وبحثي، وأحاول أن أنا أدور على الحقيقة فين. صحيح. فلو بصينا على الحقيقة حتى لو مش دي المشهورة أو مش دي المتداولة. طبعا أوكي. لو بصينا على اللغة اللي بيستعملها الصوفيين هنلاقي أن إحنا عندنا في نظرية معينة بنستعملها في علم اللغة اللي انا متخصصه فيه طبعا، اسمها نظريه كوميونيتي او براكتس. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي دايما بقعد معاكي واحنا اصحاب، واحنا الاثنين بنشتغل نفس الحاجه، فاحنا لنا لغه سريه بالظبط. محدش فاهمها قوي، يعني في كلمات بنستعملها ممكن حد بره ما يفهمهاش لان احنا بنستعملها كل يوم مع بعض. صحيح. زي بالظبط يعني حتى مع بعد المثل النجاره، النجارين مع بعض ليهم كلمات ومصطلحات نسمعها احنا مش فاهمينها. ازاي بتوع الدهب؟ اساتذه الجامعه بالظبط كده. كل واحد الشغله بتاعته كل مهنه بالظبط. وخصوصا بقى لو الناس دي بتقضي مع وقت مع بعض وقت طويل، فيبتدي ان هم يستعملوا كلمات احنا بقى نستعملها عادي، زي كلمه رياضه. احنا رياضه بنفكر ايه؟ رياضه، بنعمل رياضه، بنروح الجيم بالزبط. لا، هم عندهم الرياضه دي لها معنى تاني، هي لها معنى روحاني، ان انا اجاهد نفسي، دي رياضه. كلمة سياحة يقول لك انا السنة دي هطلع سياحة تركيا، هطلع سياحة انجلترا. لا، هم عندهم السياحة
اطلع من المنطقه اللي انا مرتاحه فيها عشان ابص للعالم كله بنظره مختلفه. اطلع من المنطقه من المكان فيها. ولا اطلع من الزمان؟ على حسب، انا ممكن ابقى قاعده زي ما انا وقاعده في حته تانية واروح في حته تانية، او لو اقدر اطلع خالص من الحته اللي الناس فيها عارفاني علشان ابقى انسان مجرد انسان وابتدي ان انا صلتي بربنا تبقى اقوى لما كانت قبل كده. دي بالنسبه لهم كلمه سياحه. ده ادى ان ناس كتير جدا وصلت بيهم الدرجه ان هم يكفروا الصوفيين. ليه؟ لانهم مش فاهمين اللغه دي، اللغه زي ما اتفقنا بيستعملوها مع بعض. كفروهم لانهم مش فاهمين هم بيستعملوا اللغه دي ليه. طب هم ليه توقفوا عند ايه من اللغه؟ فقالوا بالذات العلاقه مثلا، يعني لما مثلا الصوفيين يتكلموا على حبهم لربنا ففي ناس بتعترض تقول لك لا هو ليه بيحب ربنا، ليه بيتكلم مع ربنا؟ لا ما هو ربنا يعني طلب مننا احنا نحبه طبعا، والقران بيقول لنا يعني المؤمنين اشد حبا الى الله طبعا. بس يعني ممكن حد يبقى يعني شويه متزمت او متعصب فبيبقى شايف ان ده يعني ليه بيبقى فيه الحب ده. يعني وصل مفهومهم انه الصوفي يعني ترجم ربنا لشخص بيحبه فبالتالي كفروا، بيخافوا من كده. طبعا هو ده مش كده خالص، لان الصوفيين اكتر ناس بيشوفوا ان ربنا ربنا والوجود كله قائم بيه بس عدم فهم اللغه، وخصوصا ان علماء الصوفيه عندهم برضو حاجه تانية. يعني اللغه ليها شقين، شق ان احنا بنستعمل اللغه بتاعتنا احنا في المجتمع اللي احنا متعودين عليها مع بعض والشق التاني ان انا مش عايز الناس تفهمني وده بقى بيقول لك ان لو انت بتحب حد عايز بينك وبينه اسرار، عشان كده يجي ابن الفرد يقول لنا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر رق من النسيم اذا سرى. الله، فليه قصده ايه؟ ان هو عايز يختلي مع ربنا ومش عايز الناس تعرف. فهو دايما عندهم الفكره ان مش لازم اقول للناس ان انا متدينه، مش لازم اقول للناس ان انا رحت صليت، مش لازم فهو عايز ده يبقى في سر، فيبتدي ان هو يبقى قاصد يستعمل لغه مش كل الناس تفهمها. يعني اللغه السريه في الصوفيه كامنه غير ظاهره، لازم يعني مدفونه. يعني انا مثلا اقصد انه العلاقه بربنا مش ظاهريه مش يعني موجوده، لازم يتبعوا الشرع بس مش لازم اقول لكل الناس عليها، خليها بيني وبين ربنا. يعني عشان انا افهم اللغه لا يعني ما يبانش عليه زهده، مش لازم بالضروره، لازم ما يبانش، لازم ده لازم ده لو بان عليه الزهد لا خلاص كده ده لازم ما يبانش. بس دي درجة عالية قوي جدا يعني هو بالنسبة لهم المفروض ان محدش يقدر يعرف من شكله، من لبسه، الله، من طريقته. دي طبعا حاجة صعبة قوي زي ما حضرتك قلتي، حاجة صعبة جدا. دي حاجة عالية جدا. جدا ايه الفرق بين الصوفية والدروشة؟ طبعا كلمة دروشة اصلا احنا دي كلمة استعملناها مع انتشار الصوفية في المجتمعات التركية او في عند الاتراك لكن احنا ما كناش عندنا في المجتمعات العربيه. انا طبعا الكتاب بيتكلم اكتر على اللي كتبوا باللغه العربيه عن الصوفيه. ما كانش اصلا الكلمه دي موجوده. فالكلمه دي ظهرت مؤخرا، يعني ما كانتش موجوده قبل كده. درواش. كلمه تصوف في حد ذاتها جلال الدين السيوطي، الشيخ جلال الدين السيوطي طبعا اللي عمل تفسير الجلالين طبعا. كان يربطها بصفاء القلب مش بلبس الصوف. يعني الناس كلها بتربطها بلبس الصوف، لا هو بيقول هي درجه من صفاء القلب. دي معنى الصوفيه عنده بالظبط. ده معنى الصوفيه عنده اللي هو طبعا هو كان صوفي طبعًا. وكان احد اهم المؤرخين والشيوخ طبعًا. يعني راجل كتب حوالي 600 كتاب، احنا بنتكلم على حاجه يعني 600 كتاب يعني مش عارفه ازاي في حياته، فتره مش كبيره وهي اساس. مات على 60 سنه بالظبط. لكن في اختلاف جامد ما بين الصوفيه والدروشه. في اختلاف في المعنى وفي اختلاف طبعا اكيد في الطريقه. يعني انا تخصصي او اللي انا درست عليه كان تاريخ تطور الفكر الصوفي. وقفت عند العصر المملوكي. يعني بصيت لبدايه تطور الفكر، ازاي الفكر ده بقى فيه عناصر معينه، ايه هي العناصر دي؟ ربطتي بحثك باللغه العربيه مش بالمكان بس، باللغه العربيه باللغه اهم العربية. حاجه عندي لان انا مهم عندي اللغه، حساسيه اللغه. عشان كده ما بصيتش عليه، ما تطرقتيش ليه لان هو ما كتبش باللغه العربيه بالظبط زي ما حضرتك قلت. دايما الناس بتسالني لانه مترجم بالظبط. ولا شمس التبريزي نفس الحكايه برضو، كل دول فارسي فما ينفعش ان احنا يعني لو انا هبص الترجمه. انا عايزه الكلام لان انا بحلل الكلام. بحاول افهم الكلام وده خد مني وهو الصح. يعني الترجمه مع احترامي طبعا ترجمة. لكن ما نعرف هي في النهايه ترجمه، ما نعرفش دي صح ولا غلط. صح. لكن انت شفتي الاصل المصري او اصل الصوفيه بالظبط مين البدايه كانت فين ومع مين؟
البدايه طبعا انا من بدات اكتب اولاد الناس ثلاثيه المماليك كان لازم اتطرق للفكر الصوفي لان هو انتشر في العصر المملوكي بالذات. اكثر عصر انتشر فيه اسماء مصريه المملوكي مهمه جدا زي ابن عطاء الله السكندري. طبعا ابن عطاء الله السكندري وكتابه الحكم العطائيه ده عصر مملوكي. يعني ظهر عندنا اسماء قويه مصريه فحبيت ان انا ركزي لي على المصري. أوكي. مهم ان طبعاً المشاهدين طبعا يعرف. لازم يعرفوا ان التطور الاسماء اللي احنا عندنا لو عايزين بقى نفكر في الصوفيه، هي الصوفيه اصلها ممكن يبقى مصري اصلا لان هي فكره القرب الشديد من ربنا هي موجوده عند قدماء المصريين وبعدين عند الرهبان المسيحيين وبعدين عند المسلمين، فهي موجوده في مصر بشكل شديد جدا ادت الى ان حد زي ابن عربي يتخيل هذا اللقاء بينه وبين مين بقى تصوري؟ ذنون المصري. شوفي اختار مين، مع ان ابن عربي ما يعني جه مصر زياره بس ما عاش فيها لكن هو في خياله يختار هذا بالظبط. فيفضل يحكي لنا قصص في كتاباته عن ذنون المصري. وبعدين ذنون المصري كان مصري. تمام. يعني احد الصوفيين. تمام. المصريين. فطبعا الصوفيه وبعدين يبتدوا بقى يحكوا لنا على الرهبان المصريين ان هم يروحوا يسالوا الراهب انصحنا. فهو الفكرة عندهم هو البحث عن هذا القرب من ربنا وإزاي القرب ده موجود حوالينا، الإنسان بيبحث عنه بطرق مختلفة. القرب من ربنا وما ركزوش مع أنه دين. طبعا هو الصوفية هي يعني إسلامية لكن ما عندوش مشكلة إن هو يديكي النصايح كلها اللي قالها له الراهب. يعني الراهب لما قال عندنا مثلا في بعض الكتب الصوفية لما قال له صفي قلبك والجأ إليه فقط، دي كلها كلمات هو قايلها إنها كانت على لسان الراهب. أيوة. يقولها لنا ابن عربي في كتاب الفتوحات. أيوة. يقولها لنا الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين. أي واحد منهم ممكن يجيب لنا أمثلة من كلام الرهبان. مين أكتر تأثيرا، الغزالي ولا هو ولا طبعا الاثنين؟ احنا عندنا ابن عربي والغزالي دول في مرتبة قوية جدا من التفكير ومن وجودهم في الساحة افضل مفكرين في العالم. احنا كمرجعيه طبعا الاثنين. غير طبعا عندنا كمصريين بقى ابن عطاء الله السكندري طبعا كتاباته على الفقه والصوفيه والتوكل. الحكم العطائيه كتاباته وبعدين كتاباته سهله بين التوكل والصوفيه. في فرق لان التوكل ده درجه نوصل لها بجهاد النفس بعد ما نعمل بقى الرياضه بتاعتنا. اما الصوفيه جهاد نفس، ما هي دي بقى، بس احنا بنوصل لدرجات مختلفه. يعني انا ممكن اوصل لدرجه ان انا بحب ربنا قوي، دي درجه. ده مقام. ممكن اوصل لمقام ان انا متوكله عليه، بس التوكل ده درجات ودرجات صعبه. التوكل ممكن اكون بمخي اقول خلاص انا هسيب ربنا يتصرف في الموضوع ده. ده كده انا خدت قرار. ايوه. بس في حد يكون لا، هو مش حتى مش واخد القرار، هو سايبه خالص، سايب نفسه لربنا خالص. يعني انا لما اقول يا رب انا تعبت من الموضوع الفلاني وسايبه لك تحله، يبقى احنا كنا الاول بنحاول نحله وبعدين سيبناه له. بالظبط. ايوه. في درجه بقى ان احنا كده مهم. بالظبط. يعني في درجه ان احنا لا، احنا عارفين ان هو هيحله. مش معنى كده ان انا اتواكل، لان برضو ابن عطاء الله السكندري مدينا الفرق بين الاثنين. ده مهم عشان ما يبقاش كده. مش معناه انا مش هعمل حاجه اللي هي فكره ماشي في نور الله كده على طول. لا لا لا. لا هي معناها بس ان انا عندي هذا الثبات والثقه بداخلي، اليقين ان هيوصل لي اللي مكتوب لي، فانا هشتغل، لازم اشتغل. لسه لكن كنت هقول لك لازم اكد لازم على فكره الشغل جداً. يعني جداً. فكره ان انا قاعده ومستنيه وربنا لا يرزق، لا ما في، يعني مش موجوده، يعني مش موجوده عندهم خالص. لان احنا مثلا نيجي لاحد الابطال في الروايه بتاعتي ماري وابو العباس اللي هو الشيخ ابو الحسن اللي خدتي عليها لا الحلواني الحلواني دي اخر روايه لايه ماري وابو العباس. فنيجي لشخصيه مهمه جدا، ابو الحسن الشاذلي، الشيخ ابو الحسن الشاذلي. طبعا عندنا في مصر الطريقه الشاذليه طبعا. الطريقه الشاذليه طبعا. هنلاقي ان الشيخ ابو الحسن الشاذلي عايزه اقول لحضرتك ان هو في سن الستين فقد بصره، ودي طبعا حاجه صعبه جدا قوي. طبعا حمد ربنا وقال يعني انعكس بصري على بصيرتي فاصبحت كلي مبصرا. شوفي الروعه، شوفي الرأي، يعني حاجه ايه الجمال ده. لا مش كده بس بقى، نفس الوقت ده حصل فيه هجوم الصليبيين على المنصوره. فنزل يجاهد في المنصوره وهو فقد البصر للجهاد ولمحاربه الصليبيين، وهو فقد البصر وهو فوق الستين من عمره. أيوة. ماشي في الشوارع وفي حرب دايرة. فإحنا طبعا لما نشوف مثال زي ده لا ده عكس بقى، عكس ان حد قاعد ما بيعملش حاجة وبيعبد ربنا كده في حتة. بالظبط. فطبعا ده مثال يعني واضح لان هم كان لهم دور قوي جدا في يعني في الجهاد وفي لكن ما لهمش تدخل في السياسة خالص خالص, خالص. يعني مثلا احنا عندنا
ابو العباس المرسي اللي هو عليه روايه ماري وابو العباس. هو ابو العباس المرسي ولا المرسي ابو العباس؟ هو الاسم الاصلي ابو العباس المرسي. احمد الحقيقه احمد بن عمر. احمد ملوش دعوه. احمد ابو العباس ده زي كده الاسم الدلع يعني، احنا دايما انه احمد نقول عليه ابو العباس. فالمرسي دي المنطقه اللي هو جاي منها بالزبط. اللي هي مرسيه. ايوه. فده يعني كان عاش طول حياته في اسكندريه او او انتقل لاسكندريه على سن 24 سنه وعاش طول الوقت ده ما شافش ولي الاسكندريه ولا مره. لمده 43 سنه. ما هو بقى في درجه ترفع، فهو في درجه عن من الوصول من مش عايز بالظبط. هو علاقته بربنا واهتمامه الاول والاخير بهذا القرب من ربنا. فدي برضو يعني حاجه جميله جدا. ايوه. لكن ما فيش ولا حد من هؤلاء القمم العظيمه والقامات العظيمه في اوائل الصوفيه ما بدات كان له علاقه بالسياسه خالص. خالص. ممكن ممكن ان هو زي مثلا ابو الحسن الشاذلي او ابن عربي يتدخل ان هو يطلب او يكتب رساله لوالي مثلا ان هو لو في واحد مظلوم في حته كذا فحاول تساعده. فممكن يتدخل، انما ملوش علاقه خالص ومش شايفين ان ده دورهم. بالعكس هم يشوفوا ان السياسه تفسد الدين تماما ويكتبوا كده. ايوه. لان هم شايفين ده حاجه وده من حاجه من من قناعتهم قناعه تامه ان ما ينفعش. هو رجل دين ورجل علم. للعلم رجال وللسياسه رجال. دي جمله هم بيقولوها على طول الوقت. طول الوقت كلهم بقى يعني معتمد يعني كل هم لهم طريقه يعني برضو هقول لك حاجه يعني اثرت فيا. معظمهم اتجوز واحده بس. دي مهمه بالنسبه لنا طبعا طبعا. نبص برضو لان معظمهم لكن مش كلهم. في فيهم تزوج اكتر طبعا من زوجة. على حسب الوقت وعلى حسب طبعا احنا ما بنبقاش متاكدين لان احنا معلوماتنا برضو قليله. لكن نشوف مثلا مرسي ابو العباس ابو الحسن الشاذلي لا بيبقى عنده زوجه واحده لان هو برضو هو فكرته كلها هو موجه نفسه للجهاد والرياضه الداخليه وجهاد النفس. على فكره هو عنده جهاد النفس اصعب حاجه في الدنيا. طبعا اصعب حاجه في الدنيا ودي حقيقة. ومع وكلمه جهاد النفس بالنسبه له هي ايه؟ يعني انا كل يوم بالليل هواجه نفسي، هو انا النهارده غيرت من مين وحسدت مين؟ هو انا النهارده ايه اللي ما عملتوش صح؟ هو انا النهارده ايه اللي ما عملتوش صح في شغلي؟ ما اتقنتش ايه؟ فارجع تاني يوم وانا عندي هدف ان انا هغير من نفسي. وهو على يقين اعتقد، وطبعا تصححي لي او تكملي لي، هو على يقين انه بعد حساب الذات في كل ليله انه ربنا هيسامح. يعني طبعا لا هم عندهم رحمه ربنا واسعه جدا. يعني عندنا مثلا ابن عربي عنده جمله شهيره يقول لك الرحمن على العرش استوى. ايوه. فكل ما تحت العرش مرحوم. شوفي الروعه. الله. ايه اليقين الجميل يعني ده. فبيقول لك يعني ربنا بيرحم الكافر والمؤمن. هو ربنا ما بيش بيفرق بالظبط في عطائه حتى. أيوه. لان عطائه عميم. صحيح. لا هم عندهم طبعا احساس الرحمه واحساس الحب والرحمه في الدين قوي جدا. طب هايل، خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل ونستمتع بكلامك. يا رب. نطلع فاصل. رحب بحضراتكم مجددا. دكتورة ريم، ما اعتقدش، ما اعرفش، انا بسألك، انه حد اتولد يعني وهو رايح في المنطقة دي او راح في المنطقة دي، الناس دي كان ليها قبل وليها بعد يعني. صح. عاشوا رحلة من الحياة الإنسانية وقرر إنه يروح في الحتة التانية. ده حقيقة. حتة الصوفيين. ده حقيقة. تفوتت من حد للتاني جدا جدا. كل ودي الحاجة برضو بتميز علماء الصوفية إن هو أولا ما عندوش مشكلة إنه يشرح الرحلة بتاعته وأخطائه. وأخطائه يعني دي حاجة الحقيقة مش ممكن. مش ممكن يعني. نرجع تاني للشاذلي. أيه. انه يحكي لنا ان هو لما كان داخل على يبحث عن شيخ وبعدين دخل عليه فالشيخ قال له توضا ثم تعالى مره. فقال له كده ثلاث مرات. هو مش عارف. طب هو توضا اتاري كان في شويه كبر جواه يعني، عارفه فرحان شويه بنفسه لانه كان شاب وشكله حلو ومتدين، فحس ان هو يعني كان فراح شال الكبر اللي جواه وبعدين دخل تاني فقال له دلوقتي تقدر تخش. فالشيخ ما مشيش. فاحنا الله. يعني هو بيحكي لنا القصه دي. دي حاجه صعبه قوي ان حد يحكيها عن نفسه. أوي. ازاي يعني احنا عمرنا ما نحكي عن نفسنا الحاجات دي بالذات. وصلوا لدرجه طبعا قصص كتير جدا على ازاي في ناس كانت عاديه قوي وتحولت عاشت الرحله الانسانيه الحياتيه الطبيعيه طبعاً باخطائها وبمساوئها. يعني عندنا سفيان الثوري، بشر حافي، ابراهيم ابن ادهم، كل واحد منهم له قصه بيحكيها لنا ازاي هو قرر في لحظه
لحظه كده زي ما نقول لحظه رؤيه او شاف الدنيا على يعني اصلها فقرر ان هو لا هو مش هو ما اتخلقش عشان كده يعني عشان كده الجمله لابراهيم بن ادهم كان راجل كده غني جدا وبيعيش حياته كلها بيصطاد وكل شويه يروح يصطاد في حته وهو في وسط الصيد مره وشايل بقى الحاجات اللي بيصطادها ويعرف يصطادها ويرميها طبق يعني مش لازم ياكلها يعني فحس بحد يعني كان حد بيقول له والله ما لهذا خلقت والله ما لهذا خلقت فحس ان هو بيضيع حياته على ايه بيضيع حياته في الرفاهيه وفي لا هو مخلوق علشان يعبد ربنا ومخلوق عشان يبقى فيه الحب والقرب من ربنا فقرر ان هو هيسيب الحياه اللي هو عايشها اللي هي كلها ما فيهاش هدف ويبتدي يعني طريق جديد او مسلك جديد فادانا بقى قصص كتير جدا هم بيحكوها على نفسهم نفس الحكايه اكتر قصه قريتيها وحسيتي فيها بروح الروائيه انه دي ممكن تتعمل دراما طبعا ماري وابو العباس اللي هي ابو العباس المرسي لانها فيها حكايه علاقه مرسي ابو العباس بالشاذلي الشيخ بتاعه ازاي هو قابله وازاي تدرج مرسي ابو العباس نفسه الشاب الصغير اللي جاي لنا من الاندلس مرسية دي في الاندلس وصل لاسكندريه اصبح هو اسكندريه يعني احنا في اسكندريه احنا بنقول مرسي ابو العباس ازاي تدرج من انسان عادي لهذا القطب الالهام اللي هو اثر في ناس كتير واضاء حياه ناس كتير حواليه منهم ياقوت العرش الطالب بتاعه منهم ابن عطاء الله السكندري منهم البصيري واللي عملها طبعا قصيده البرده الرائعه فتحس ان هو انسان كان عنده التاثير الجميل ده عليه ومنهم بقى شخص مهم جدا هو ماريو روسي اللي بنى مسجد ابو العباس المرسي يعني المهندس الايطالي الربط ما بين العماره وما بين فحتى هو اثر عليه هو كمان خلاه يطلع اجمل ما عنده في بناء مسجد ابو العباس المرسي فتحسي شخصيه انسان بيأثر في كل اللي حواليه التاثير الحلو ده محتاجه ان احنا نلقي عليها الضوء اكتر خلال الفتره دي اكيد كدراما في احداث سياسيه في حقبه سياسيه طبعا احنا عندنا بقى فبالتالي ممكن تبقى ايضا يعني ده يساعد في انه يبقى في دراما يعني ده هي فيها حرب المنصوره حرب الصليبيين وقياده بيبرس وقياده كوتوز وعندنا حرب بعد كده لا دي فيها حروب يعني وقت مهم في تاريخ مصر مفيش اخبار عن تحويل اي حاجه ليكي لدراما لسه لحد دلوقتي ان شاء الله بس في كلام يعني نتمنى في كلام الله. عن ايه نتمنى هو دايما في اهتمام بس يعني فين التنفيذ بقى احنا عايزين التنفيذ ان شاء الله التنفيذ لكن شايفه انه في اكتر من روايه ليكي ينفع تتحول دراما يعني كان في اهتمام شويه بروايه سبيل الغرق لانها بتتكلم على قناه السويس وبناء قناه السويس والصراع اللي بيحصل على البحر هيلة. وعلى الطريق حاسه انها طبعا كان في شويه كلام عليها وطبعا اولاد الناس كان في كلام الناس عليها واتمنى ماري وابو العباس لان شايفه ان موضوع الصوفيه موضوع مهم جدا ايوه لانه ليه علاقه بجهاد النفس وليه علاقه بانه الحياه دي يعني نهتم ونشتغل ونبقى كويسين نبقى عايشين كويس بس مش هي دي الحياه بس يعني زي ما الشاذلي بيقول لنا اجعلها في يدك وليست في قلبك عيش حياتك الحياة. في الدنيا بالظبط دنيا عيش وعلى فكره الشاذلي كان غني وعنده ضياع وعنده مزارع وعنده حيوانات لكن الدنيا في ايده مش في قلبه مش هيخاف عليها قوي لو راحت هيبقى خلاص ما هو ده الدين برضو ما هو الدين بيقول لنا كده ما على فكره يعني الدين الصوفية مش مذهب عشان برضه الناس تعال تقول لي احنا مش محتاجين مذهب تاني لا هي مش مذهب هي طريقة حياة فممكن طريقة الحياة دي يعملها مسلم وممكن يعملها مسيحي وممكن طبعا. يعملها لكن هي كلمة صوفية اقترنت شوية بالإسلام لكن هي طريقة حياة فهم يقولوا في إسلام ليست مذهب لا 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 ملهاش مسمى لا خالص ملهاش مسمى يعني وعلى فكرة في بعض الصوفية يقول لك أنا مش عايز أسمي نفسي حاجة مفيش اسم هي إسلام إيمان إحسان هي درجة الإحسان درجة من الإحسان طيب كلميني عن الجائزة هتاخديها امتى وعرفتي ازاي وايه اللي حصل؟ طبعا الحقيقة كان خبر رائع انا عرفت حوالي الساعة 8 طبعا لانها جائزة مهمة الحقيقة جائزة الشيخ زايد جائزة يعني في غاية الأهمية أهم جائزة في الوطن العربي قيمتها المعنوية كبيرة جدا لأن طبعًا. هي برضو بتخلي العمل يتعرف مش بس في الوطن العربي لكن عالميا صحيح بيترجم بيتعرف يعني لقيت إن في اهتمام عالمي يعني اتبسطت جدا إن أنا يوم ما خدت الجائزة يعني كلمني حد من الهند الله عايز يعمل معايا حوار وبيسالني اهميه
رواية الحلواني والعصر الفاطمي إيه بالنسبة للأدب في منطقتنا كلها في الجنة؟ يا سلام على الجمال. فقد إيه استمتعت إن أنا حسيت إن هم اتبسطوا. أيوة. إن الجايزة راحت يعني لحد يعني في الوطن العربي، وإن أيوة. الجايزة هتأثر عليهم هم كمان، هتخلي التاريخ يطلع، هتخلي المناطق الجنوبية في العالم. أنت بتتكلمي في بالزبط. منطقة في تاريخ ليها بالظبط كل التاريخ مرتبط ببعض يعني. صح. وخصوصا إحنا نوع نفسنا شعوب الجنوب. صحيح. شعوب الجنوب كلها مرتبطة ببعض، لها تاريخ واحد من الاحتلال ومن أيوة. الاستغلال يعني اللي حصل لها. أيوة. فهم قد ايه حاسين ببعض، وقد ايه كانوا بيحاولوا، اسئلتهم كلها كانت الحقيقه رائعه. أيوة. يعني خلوني اشوف الدنيا بطريقه مختلفه انا كنتش. فلا هي جايزه مهمه جدا طبعا، ومسؤوليه كبيره طبعا. انا دايما لما باخد اي جايزه بحس ان انا خايفه جدا اكتر من الاول، متردده جدا قبل ما انزل اي عمل. أيوة. يعني كل ما اني الاول كنت شجاعه وبنزل باي حاجه، لكن الحقيقه هي بتبقى مسؤوليه كبيره جدا قدام القارئ قبل اي حاجه. هتروحي تستلميها امتى؟ على اخر الشهر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. إيه بتشتغلي في ايه دلوقتي؟ دماغك رايحه لفين؟ يعني هو في كذا حاجه في دماغي لسه ما اتبلورتش قوي. هاي. بس طبعا انا بحب ابص للتاريخ بتاعنا. انا كان عندي 5 روايات مش تاريخيه. ايوه. وخدت عليهم جايزتين الحقيقه. صحيح. يعني بعد كده كتبت 5 6 دلوقتي 6 أو 7 روايات، يعني لا 6 تاريخيه و6 مش تاريخيه. فالست روايات التاريخيه اللي كتبتها حسيت فيها اني بفهم اكتر، بتعلم اكتر. طبعا انا عشان بحب البحث العلمي. صحيح. يعني انا اصلا تخصصي طبعا. فلما بقعد ادور في التاريخ كده وبعدين اكتشف، احط حاجتين على بعض واكتشف ايه ده ده في ربط. يعني مثلا في سبيل الغرض، ازاي الهند المماليك حاربوا في الهند علشان يسيطروا على طريق التجارة. أيوة. ففجأة لنفسي دخلت في بلد تانية. وإزاي مصر كانت مسيطرة قوي كده. أيوة. دي مصر كانت قوية جدا لدرجة أنها مسيطرة على كل طرق التجارة لحد أيوة. اكتشاف طريق رئيس الرجاء الصالح. أيوة. فأبتدي اكتشف كده أن الدنيا تنور قدامي لما ببص للتاريخ. بس طبعا بعمل بحث علمي شديد، والحمد لله أن أنا عندي لغات تانية أقدر أن أنا أبحث فيها، لأن برضو النظرة أخرى مهمة، خليك تشوفي حاجات بطريقة مختلفة، مهمة جدا تهتمي بالحاجات بطريقة مختلفة. بتكلم على الرواية، بتكلم على المثقفين في مصر. ريم قبل ما اختم، انت شايفة انه الحياة الثقافية عندنا ناقصها ايه؟ محتاجة ايه؟ عايزين ممكن يعني طبعا انا دايما دايما بطلع. كان في فترة من الفترات في مصر كانت الرواية المصرية مكسرة الدنيا حقيقي. أيوة. واحنا كان في حاله ثقافيه، خليني اقول بشكل اوضح، حاله ثقافيه كده فرده نفسها وجميله، وبتدخلي من خلالها، مش انت كريم كمثقف؟ أيوة. أيوة. يدخل في معارك ويدخل في بحث ويدخل في جدال ويدخل في مناقشه، كل ده بيخلي الناس تذاكر وتقرا وتبحث ويعمل حاله حلوه. الحاله دي موجوده؟ هي موجودة، وعندنا الحقيقة ناس مواهب رائعة في مصر. أنا الحاجة اللي يعني بتمناها جدا على فكرة، المسؤولية الثقافية هي مسؤولية كل مصري. يعني مثلا ليه مش رجال الأعمال المصرية يتبنوا كل المواهب الموجودة، سواء كانت مواهب في الغناء، سواء كانت مواهب في التمثيل، سواء كان أعمال درامية، سواء كان أعمال ثقافية، روايات، مسرحيات، يبقى لهم دور. لازم يكون لهم دور زي في أي بلاد العالم. دور المصري نفسه مش بس الدولة. أيوة. لا، احنا عايزين المصري نفسه يبقى ليه دور قوي جدا وفعال في نشر ثقافته. اكتر حد عندنا بيعمل النشاط ده في مجال الروايه الحقيقه نجيب ساويرس. هو عشان طبعا جايزه ساويرس، بس جايزة انا نفسي اشوفها بقى، نفسي اشوف كتير منها بالظبط. لكن اقصد في تاني غير رائعة. لا لسه مفيش. انا نفسي اشوف اكتر. انت محتاجه. نفسي اشوف مثلا كل المناطق اللي تابعة وزاره الثقافه، الناس رجال الاعمال يمسكوا منطقه يجددوا المراكز الثقافيه، يهتموا هم بالثقافه، لان ده دورهم، دور وطني على فكره طبعا. لان قوه مصر الناعمه دي قوه. صحيح. كبيره دي جدا أعظم في العالم طبعا. في العالم. فاحنا طبعا. انا عايزه كل واحد مصري يستطيع بطريقه ما يساعد في نشر الثقافه المصريه، لانه ده اللي انت الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملي بيها غزو. طبعا تعملي بيها غزو يعني على النعمه دي، تعملي بيها غزو وانت قاعده كده طبعا. ويعدي تحت الجلد كده وانت طبعا. انا لما رحت انجلترا اول مره خالص في يعني مش عايزه اقول في سنه كام خلينا نقول كده، بس انا اول ما وصلت كان كل العرب بيقولي لي اقعدي اتكلمي، احنا عايزين نسمع اللهجه بتاعتك، انت بتفكرينا بعادل امام، بدور الشريف، انت عايزين، احنا حاسين كده ان احنا شايفين النعم. قدامنا هي دي. فيا ده احنا يعني ممكن يبقى لنا هذا الوضع القوي جدا في العالم كله. هي. لكن زي ما قلت، هي ده واجب وطني ده على كل مصري. ده حقيقه.
اتمنى انه الحس الوطني الثقافي ده ويبقى فيه جوائز كتير ويبقى فيه يا ريت فكرة تشجيع حتى تشجيع يعني أي موهبة تبني أي موهبة وقفوا في ضهرهم شجعوهم هو ده الغزو اللي نقدر أو نستطيع حقيقي. نعمله وعندنا الأدوات أعتقد جدا عندنا. طبعا شرفة بيكي ودايما مبروك مرسي جدا مرسي جدا مع بعض ودايما كده يعني بتفتح لنا الحتة اللي يخليكي. عندنا دي بشكرك يا ألف ألف شرفت بيكي شكرا دكتورة ريم بسيوني وتستلم الجائزة آخر الشهر ده إن شاء الله وتبقى إضافة لجوائز أخرى حصلت عليها بشكر حضراتكم وأشوفكم بكرة على خير مع تحياتي عز مصطفى وإلى اللقاء.